النادي الأهلي بيمثل لي حب من الصغر، وكل حاجة حلوة وفخر وعشق وكيان جميل قوي بالنسبة لي أنا كإسلامي أو بالنسبة لكل مشجع أهلاوي. سر عشقي من النادي الأهلي ابتدى من والدي، من ساعة ماتش النجم الساحلي اللي اتغلبنا فيه هنا. ساعتها كان والدي زعلان جدا وأنا زعلت بسبب زعله، وفي نفس الوقت في الفترة دي أنا كنت بلعب كورة وكده، وكنا في أكاديمية إيزي سبورت. فبعد كده الموضوع اتطور معايا وقطعت خالص مع إني كنت أهلاوي، فاتجهت بقى لسكة التشجيع النادي. يعني لما كنت بلعب اتجهت لسكة التشجيع النادي، وطبعا الحمد لله على كل شيء. طبعا شعور غير أي شعور، بالذات في أي ماتشات تقيلة، يعني زي مثلا ماتش، يعني ما حصلش وكسبنا، بس ماتش بايرن ميونخ كان فخر ليا إن أنا ساعتها النادي الأهلي بتاعي، إن النادي الأهلي يبقى تالت عالم ونعملها مرة تانية ونبقى تالت عالم على المركز مرتين ورا بعض. في بطولات افريقيا 3 مرتين على التوالي ما حصلناش نصيبه لحد دلوقتي، وخدناها 3 مرات على التوالي، بس ان شاء الله هتحصل ونبقى اول نادي في القاره ياخدها. هي حضور المباريات بالنسبه لي للنادي الاهلي بتبقى حاجه اساسيه، يعني هو اليوم ده لازم اروحه، لازم افضي نفسي من اي حاجه، او لازم احضر الماتش لان ده الاهلي، يعني ده مصدر سعادتي في الدنيا. ماتش الاهلي والزمالك بتابعه مع والدي، ماتش اي ماتش تاني لا، بتفرج هنا في النادي. لو ماتش افريقيا وماتشات الدوري بتفرجها مع صحابي، بس قبل اي ماتش افريقيا انا لازم اشغل اغاني من قبلها بيوم واحش الجو قبلها بيوم. لو زمان هنتكلم مع كابتن عماد متعب، كابتن محمد ابو تريكه، كابتن حسام غالي، كابتن اسلام الشاطر، كابتن محمد بركات، وطبعا كابتن عصام الحضري السد العالي بتاعنا دلوقتي كنادي الاهلي. يعني احنا معانا ظاهره طالعه كابتن احمد عبد القادر، ومعانا برونو صافيو طبعا ده ظاهره جميله، محمد مجدي قفشه، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، وطبعا ايمن اشرف. طبعا يعني افريقيا السنه دي ضمن افريقيا السنه دي ان شاء الله اسمنا السنه دي، وتحت اي حاجه حصلت لنا السنه اللي فاتت تحت اي ضغوط، لا احنا اكبر فريق في القاره ولازم ناخدها السنه دي باي شكل. والدوري يعني غياب سنتين ده صعب جدا، فلازم يعني بطوله الدوري اهم بطوله السنه دي من الكريم طبعا.